جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من مستمع أو من مستمعة، المهم سؤال، يقول صاحب عين ألف عم عين: يوجد في وجهي عيب خلقي يسبب لي المتاعب، حيث يسخر مني كثير من الناس، وفكرت كثيرا في عملية التجميل لاستئصال ذلكم التشويه، فما الرأي في ذلك؟ هل هو جائز أو لا؟ جزاكم الله خيرا، إذ أنني أفكر كثيرا في هذا العارض، وجهني يحفظكم الله. إذا أمكن العلاج وإزالة هذا التشويه فلا بأس بذلك، على مما أباحه الله سبحانه وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. فإذا أمكن علاج ذلك وإزالة هذا التشويه فلا شك في إباحته، والحمد لله.